لما نيجي نفحص التول في حاجه اسمها تشيكينج موفمنت، يعني انت تحرك الرجل بالشكل ده تشيكينج موفمنت، وفي حاجه اسمها باسيف موفمنت. حاجه اسمها باسيف ايه؟ باسيف موفمنت يعني ده التول. في هايبرتوني انك تلاقي الرجل كلها بتتحرك واحده واحده ناشفه، وفي تبقى سايبه من بعضها خالص، تمام؟ يبقى دي اسمها تشيكينج ايه؟ تشيكينج موفمنت، وفي باسيف ايه؟ موفمنت. ده هاو تو اليسيت التول. طيب بالنسبه للريفلكسز بقى، في عندنا سوبرفيشال ريفلكسز وفي ديب ريفلكسز. السوبرفيشال ريفلكسز اللي موجوده في الرجل هنعمل ايه؟ لو انا عايز اشوف مثلا النير ريفلكس، وده اشهر حاجه احنا بنشوفها، المفروض ان انا بشوف هنا، دي اسمها الباتيلا ودي اسمها التيبيال تيوبروزيتي، وما بينهم حاجه اسمها كوادريسبس تندون. دي اسمها كوادريسبس ماسل وده كوادريسبس تندون. المفروض ان انا باتني الرجل بالشكل ده وببص بعينيا على الكوادريسبس ماسل، وببتدي اجي بالمطرقه، تمام؟ وايدي بتتحرك بالشكل ده، بس مش كده، لما ايدي بتتحرك كده. وبعدين طالما انا بضغط على التندون على طول، يبقى الاحسن تيجي بالطرف العريض ده البيز وتعمل كده، تمام؟ فانت المفروض هتلاقي حركه للرجل، في اكستنشن في الليج، وهتيجي تبص هتلاقي فيه كونتراكشن للايه؟ للمصل. بالنسبه للانكل ريفلكس، الانكل ريفلكس هو انك تخلي الطفل يحط رجل على رجل بالشكل ده، وبتبص على الكاف ماسل او الجاستروكنينيوس ماسل، وبعدين بتيجي ماسك حاطط رجليه كده وشادد نشط رجله بالشكل ده، وبعدين هتعمل بايدك هنا كده وتبص على الكاف ماسل، وفي نفس الوقت هتلاقي حركه من دورسم بتيجي كده، دورسم بيجي من هنا لهنا، هنا لهنا كده، تمام؟ يبقى ده اسمه الانكل ريفلكس. طيب بالنسبه للسوبرفيشال ريفلكسز، واحد من السوبرفيشال ريفلكسز اسمه البلانتر ريفلكس. البلانتر ريفلكس ده المفروض بنعمله ازاي؟ ان احنا بنيجي على السول ونبتدي نيجي بطرف او بالجزء البلانت ده، ونبتدي نعمل سكراتش لللاترال اسبكت بتاع السول بالشكل ده. هنيجي نعمل زي حرف ال بالشكل ده هنشوف دلوقتي، ونلمح بعينينا حركه كف الرجل، هتيجي كده بلانتر فليكشن ولا دورسي فليكشن، هيبقى في فاننج في الاربع توز ولا لا. فهنعمل بالشكل ده، يبقى انا بعمل كده اهو، صابعه جات لي كده، يبقى انا لما عملت كده صابعه جات لي كده وما حصلش فاننج، فده النورمال بلانتر ريسبونس او البلانتر فليكشن ريسبونس. لو هو كان عمل دورسي فليكشن لده وفاننج كده، كنت انا سميت ده بوزيتيف دابينسكي او دورسي فليكشن، اسمه بوزيتيف دابينسكي، وده بيبقى في الابر موتور نيرون. لو ده حصل قبل سن سنه ده يعتبر نورمال، لان بيبقى لسه ما فيش مايلينيشن للتراكتس. طيب لو انا عايز اعمل واحد من السوبرفيشال ريفلكسز اسمه كريماستريك ريفلكس، وهو ان انا اعمل سكراتش للميديال اسبكت اوف ذا ثاي، والمفروض ابقى اكسبوزنج الجينيتاليا واشوف ان هيحصل فيه اليفيشن of the testis to the same side. ده اسمه كريماستيك ريفلكس. ولو لفيت العيان وقمت جاي على الجلوتيال ريجن وعملت سكراتش، المفروض يحصل كونتراكشن للجلوتيال، اسمه جلوتيال ريفلكس. الابدومينال ريفلكسز بنقيم واحده من السوبرفيشال ريفلكسز، بنعمل سكراتش للابدومين هنا كده ونبص على حركه الامبلايكس. خدتوا بالكم ان الامبلايكس شيفت توردز ذا سكراتش كده اهي وكده وكده. طالما الامبلايكس اتحرك يبقى الابدومينال ريفلكسز ار انتكت. لو هي لوست ما اتحركتش يبقى في لوس اوف ذا ابدومينال ريفلكسز، وده ساعات بيحصل مع الابر موتور نيورون ليجن. المفروض ان احنا عندنا في ثلاثه ديب ريفلكس، ديب تندون ريفلكسز موجودين في الابر جنب. اول واحد فيهم اللي هو البايسبس، بايسبس ريفلكس، بايسبس تندون ريفلكس. المفروض ان انا بحط ده الاندكس على البايسبس تندون، تمام؟ وباكسبوز البايسبس ماسل. بعدين باجي اجي بالتب ده وعلى صبعي وابتدي اعمل كده. هات الدراع خليه 120 درجه واشوف الحركه اللي موجوده هنا، تمام؟ برضو في حاجه ثانيه، ممكن اجي هنا على اخلي ايده زي على سيفها كده، واجي على الحته دي خليها بزاويه كده، تمام؟ نفس الكلام، واجي على دي حاجه اسمها البريكيوراديالس واضغط
المفروض ان يبقى في حركه في الدراع. واخر واحد فيهم اللي هو الترايسبس، خلي الطفل يتني دراعه 90 درجه مش 120، واجي اكسبوز الترايسبس ماسل تمام، واحس مكان الترايسبس تندر في الجزئيه دي، وابتدي اعمل كده. خلي دراعك عندي كده تمام، وبص على الترايسبس كونتراكشن.